طيب نروح دلوقتي لخبر آخر. شدد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة متابعة المحافظين لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار وباء كورونا، لا سيما القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اجتماعها الأخير التي تتعلق بالأيام المتبقية من شهر رمضان المعظم وأيضا فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا على ضرورة تطبيقها خاصة أن العيد يأتي هذا العام ونحن نعاني من الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي تتطلب الحرص الزائد في الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والتي تستهدف الحد من انتشار هذا الوباء. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد صباح الخير، كل سنة وحضرتك بخير. صباح الخير أستاذ إيمان على حضرتك وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها، وكل سنة وحضرتكم جميعا طيبين وبخير يا فندم وبلدنا بخير. طيب، توجيهات صارمة وإجراءات مهمة جدا وحاسمة لكل المحافظات، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ما أصبحش الآن خيار، هو لابد من الالتزام بهذه الإجراءات واللي شدت عليها رئيس مجلس الوزراء، وكمان تم الإشارة إلى متابعتها من خلال وزارة التنمية المحلية على كافة المحافظات. إيه آخر التطورات يا فندم اللي حضرتك ممكن تقولها لنا، وإيه هي الإجراءات أو إيه هي القرارات اللي بيتم اتخاذها مع المخالفين أيضا؟ يعني مع الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالفعل فندم أكد مع السادة المحافظين على ضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لموجة كورونا، كذلك الأمر بضرورة التصدي بكل الحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامة الواقية والاستمرار في الحملات اليومية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، وده لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، واللي بالفعل على مدى اليومين الماضيين تم بالفعل رصد من خلال مرور السادة المحافظين ونوابهم وسكرتير عموم والقيادات المحلية، رصد حوالي 4473 مخالفة ممثلة في للمحل تم غلقها حوالي 1608، يليها المقاهي 800 مخالفة، يليها المطاعم 580، يليها الورش المخالفة حوالي 110، يليها الأسواق اللي تم غلقها حوالي 51، وأخرى ممثلة في صالات الجيم أو قاعات للأفراح أو عزاء أو غيرها أو سنوات الدروس الخصوصية، ودي في حدود 1324 مخالفة غلط. طبعا ده يا فندم مع التأكيد على الاستمرار خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله تعالى في المتابعة والتأكيد على تنفيذ القرارات اللجنة العليا، وخاصة فيما يتعلق كمان بالنسبة لغلق المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة خلال أجازة العيد إن شاء الله تعالى. طيب هسأل حضرتك على يعني العمل المكثف اللي هيكون في الأيام القادمة، طبعا لأنه حضرتك بتعرف أنه في العيد بيكون في خطط لبعض المواطنين في الذهاب لبعض الأماكن اللي بالفعل تم اتخاذ بإغلاقها، لكن خليني أسأل حضرتك بداية عن طبيعة المخالفات يا دكتور، متعلقة بأنه بيتم مد ساعات العمل يعني عن 9 مثلا مساء، أم عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية داخل المنشأة أو داخل المقهى أو المكان اللي تم إغلاقه أو صالة الجيم أو أيا كان؟ إيه طبيعة المخالفات الأكثر اللي بترصدوها؟ يعني مثلا المخالفات الأكثر في جزء منها يتعلق بمواعيد الغلق، وده وفي بعض المخالفات يعني الصريحة والواضحة، يعني لما تلاقي حضرتك في القليوبية ومرور السيد المحافظ على مقهى مقفول من الخارج لكن الناس قاعده جوه والكافيتيريا بتقدم شيشه، طبعا حصل ضبط واثبات المخالفه وتشميعها بالشمع الاحمر ومصادره كل هذه الشيش. يعني هي الهدف الرئيسي من كل هذه الاجراءات يا فندم هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي انها اجراءات وقائيه واحترازيه للحفاظ على سلامه اهلنا طبعاً في المحافظات المصريه.
فالصحة تأتي في المقام الأول، وعلشان كده احنا يعني بنتابع كل تطبيق كل هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية. يعني احنا مثلا منذ بداية رمضان حتى من يعني من من منذ لغاية من يومين فاتوا احنا محرزين حوالي 35 ألف شيشة، بالنسبة لمخالفات الكمامة حوالي 25 ألف مخالفة كمامة تم إثباتها وتسجيلها. فطبعا كل ده الهدف منه ان احنا نحافظ على صحة اهلنا في المحافظات المختلفة. طيب هرجع مع حضرتك تاني للإجراءات اللي ستتخذ في أيام عيد الفطر، يعني هل سيكون المتابعة بدرجة مكثفة أكتر؟ هل سيتم عقد اجتماعات مع السادة المحافظين من خلال الفيديو؟ يعني إيه هي الخطط القادمة للأيام اللي جاية، خصوصاً أنه الأيام اللي جاية أيام مهمة جداً بالنسبة للمصريين؟ والحقيقة أنه بما أن حضرتك بتتكلم عن هذه المخالفات في شهر رمضان، فإحنا إزاي هنشوف مخالفات أخرى في العيد، أو إزاي هتتم مراقبتها؟ احنا طبعا على مدار الساعة غرفة عمليات وإدارة التنمية المحلية في ربط دائم مع غرف الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية، وبالتالي هو في تواصل على مدار ال 24 ساعة. ده شق. الشق الثاني المهم جدا طبعا هو الاتصال المباشر من مع الوزير مع السادة المحافظين، وبالتالي التأكيد برضو على استخدام كل الإجراءات الوقائية والاحترازية إن إحنا نتابعها، وده التوجيه اللي إحنا بنأكد عليه خلال الأيام الماضية وخلال إن شاء الله الأسبوعين القادمين وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس أزمة كورونا. وبالتالي هو المتابعة متابعة لحظية، العمل على الأرض بيتم بشكل دائم، يعني قطاع التفتيش والمتابعه في الوزاره، لجنه الرصد في الوزاره مع المحافظات جميعا، الساده المحافظين كما تعلمي حضرتك متواجدين على الارض، هم ونوابهم وسكرتير عموم وسكرتير المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والاحياء، وهناك تجديد على تابع عمليات التطهير والتعقيم الدوريه اليوميه، وهناك كمان التجديد على ارتداء الكمامة وعدم دخول أي مواطن أي منشأة حكومية إلا وهو مرتدي الكمامة، حفاظا على سلامته وعلى سلامة الآخرين. أنا بشكرك دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وطبعا كل هذه الإجراءات يعني بنأكد تاني إنها الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على صحة المواطنين، أيضا تقليل عدوى الانتشار لفيروس كورونا، خصوصا إن إحنا في الموجة الثالثة شفنا دول كتير جدا تضررت من هذه الموجة، وإن شاء الله الأيام اللي جاية تعدي على خير. دلوقتي نروح لفاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة من هذا الصباح، خليكم